هذا الرجل كان أكرمكم الله لديه حمار يعمل عليه. ثم مات الحمار أكرمكم الله. فقال هذا صاحب الحمار: والله لا يمكن أن أترك هذا الحمار تأكل الكلاب، لا لا يمكن أكرمكم الله. فخرج في أطراف البلد وحفر وحفر وحفر، عمق الحفرة ووضع أكرمكم الله الحمار ووضع عليه التراب. ثم رجع لبيته ونام متعب. خرج رجل من أهل القرية يمندر سواد سو بقى لنا وطا نظر وإذا قبر حديث كيا سواد عند قبر تلك قبر تقبر. فرجع لأهل القرية مسرعا ودا كتما من دروش متانا لا كتما سواش فطلو متا. يا أيها الناس هلموا إن أنت سواش تلوموا إلى ماذا؟ ودا من المنطق قال: رجل صالح دفنته الملائكة بليل. عند صالح سو نبرا موتوا تكبرا من كبرا ملائكة كبرا وقلوا تناكرا سيكبر سلالي. خرجوا وط وأخذوا يطوفون يذبحون ويستغيثون نسأل الله عافية السلامة. شرك أكبر يا هيا ونكبر يقوغن يلو وعافية لقادلو يتاشاش وتا. استيقظ صاحب الحمار أكرمكم الله بالا هيا ويا بريق ولكا لم يجد أحدا في القرية، الكل خرج. والله يطاف إلى بعض القبور ويحج إلى بعض القبور أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، والله الذي لا إله إلا هو. عند أكالي عليك عند أقر لي كابر طواف الدرقان عند حج قوبنيان بيت الله تم قوبني ويبنت بيت الله يا الله بيت كم قوبني ويبنت قبرش قوبنينا ودا جاء قبر سو سابور في التهيئة. المهم خرج هذا الرجل وجد الناس يطوفون حول قبل أكرمكم الله الحمار. هاي يا ولال تبيت وطع الناس وتشات أشوا ودا من ودا يا ودا قبر بس هاد يا صهيا قبر سيطوف جرسا. ماذا تصنع؟ من يا رجال شرارك؟ قالوا: هذا ولي صالح دفنته الملائكة بليل. أنت ما توقعوا عن ولي متوتة قبوال ملائكة قبوات عقنية نوس يا كبرنا نوال. قال: هذا حماري أرينا يا نوبك كتوتة. والله تعبد الجيف من دون الله. عندي تهيات بملكة الله خشوع رايات ذبح استغاثة عند القبور والله لا تراها في مكة عند الكعبة. متنانس موارد مواد أكبر زنداي تايا ليرا ملك ترايا يا أملك ملك توش باندي راي تكلانو بيت الله عليهم ميتاي. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. بطعم نادنا لن أوقاتيا من يوالاو ما نو يسلمنا لموادقنا يشركن مقانا إن يوقل لي النابية قلو قطعي. من الشاعر؟ الشاعر حافظ بن أحمد حكمي في سلم الوصول رحمه الله. عند سلفينا برهم بكر قديمة الحكمي اللي بارسون وهنا قدمه أيه. صعد جماعة من الناس إلى جبل. صعد جماعة من الناس في الجبل، صعدوا الجبل. فعندما وصل البعض إلى قمة الجبل والبعض الآخر لم يصل. الذي كان في قمة الجبل سقط. كفار مكة عند الشدة
عند الضراء يستغيثون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يا مكة كفاوج استغاثة أذات هذه كانوا يتنكى تشوغزي ودى الله. أهل الشرك في زماننا عند الشدة وعند الضراء يستغيثون بغير الله. بنيا زمان مسلمين يميلوا تيا كبر أملاكي وشيطنكا تشوغزي ودى كبر نوميقوان. عندما سقط يودك أجزي نادى من؟ يتطرع نادى عبد القادر. يا عبد القادر بلو يتطرع. قدر الله أن رجل اسمه عبد القادر في الخلف. الله سبحانه وتعالى با يوسن وساني أقاتامي مصادفة بتتاري وجربة عبد القادر تلو متراس وأقاتامي كمونة با فأمسك هذا إن سوية. قال أنت تنادي علي؟ أنا ويترها نرى. قال لا أنا تنادي لمن؟ أنادي الولي. أنا عبد القادر من بارولي يترهم. قال اذهب إليك. يقال عن هؤلاء السيد. ما معنى السيد؟ يعني السيد البدوي، السيد التجاني، السيد الحسين. ما معنى السيد هنا؟ لندن نعاد مساواج سيد عبد القادر بدوي تجاني للميلود انت يكاتشو عنن من دنو ترقومو سيد بلاتشو مطلع. يعني هو الذي يقصد عند الحوائج عند الضراء، هو الإله المقصود من دون الله، هذا معنى السيد. يا تكبر قذية يا تنك قذية يا مكرا قذية يا امي شاشبات ما شاشا اسمه سيد من الله النكرا. هذه السيادة التي تسمعوها هذه الأيام يتشي سيد بعمت بالهولة من سمات زارية يتشنات لها. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شاه محمد بن عبد الوهاب الله يذن لفنا إهن تنكر، أن السيد في هذه الأيام هو الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود عند الحوائج. ذاك هذا وشجيا سملك يا نبرو زاري سجد بلو يميلوت مسلمات يتشكر جيا ما شاشا يميلوت النبي.